اليوم لم يتبقى لي شيء في هذه الدنيا إلا أبكي الأطلال. استشهدت أمي، أول شهيدة كانت أمي، ثم أبي، ثم أربعة من إخوتي، ثم ثلاثة من أخواتي، ثم حوالي 10 من أولاد أختي وخواتي. استشهدوا جميعا، حوالي 20 شهيد من عائلة نايف محمود حسين أبو شمالة، حوالي 17 شهيد من أولاد عمي. دفعني أجي على المنطقة هذه السببين. أول حاجة ابن عمي ما تحت الأنقاض ولا أحد يستطيع انتشاله. السبب الثاني الذكريات الأليمة. كنت كل يوم أجي على كل بيت من بيت، كانت هذه المنطقة تحتوي على عمارتين سكنيتين، 4 طوابق كل دور. كنت أجي أقعد كل يوم عند أحد من أخوتي. اليوم لم يتبقى لي شيء في هذه الدنيا إلا أبكي الأطلال على هذه الدنيا. على